تقدم بي ام دبليو الجيل الثالث من سيارتها اكس 5، فمنذ 14 عاما طرحت هذه الفئة من سياراتها، وبها تركت بصمتها في عالم السيارات الرياضية رباعية الدفع. وتقريبا كل موديلات هذه الفئة تتمتع بخاصية الدفع الرباعي اكس درايف بشكل معياري. وفي الجيل الجديد هناك ولأول مرة نسخة ذات محرك ديزل بدفع خلفي، ولوحة المعلومات الجديدة متعددة الألوان تقدم للسائق المعلومات بشكل جيد. إكس 5 الجديدة مطورة بشكل تام، ويظهر ذلك في الشكل من الأمام، فشبكة التبريد أكثر ميلانا، والأدوات في الداخل مصممة بشكل أكثر استجابة لحاجة السائق. تطرح بي ام دبليو سيارتها الجديدة بثلاثة محركات، فإكس 5 300 دي إكس درايف ذات محرك ديزل سداسي الاسطوانات بسعة 3 لترات وقوة 255 حصانا وعزم دوران 560 نيوتن متر. والمحركات الجديدة تستهلك وقودا أقل. نلاحظ انخفاض استهلاك الوقود في كل الموديلات، فعلى سبيل المثال توفر إكس درايف 30 دي 17% من الوقود، والأكثر تميزاً بالتأكيد هو موديل إس درايف 25 دي، إذ لا تتجاوز انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 140 جراماً لكل كيلومتر، وهو ما يساوي استهلاك 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر. الكشافات المزدوجة الدائرية والتي تشبه الكلية تقليدية بالنسبة لبي ام دبليو. الخطوط الأنيقة الملفتة للنظر تمتد على طول السيارة، وبتناغم الظل والضوء تبدو السيارة أقصر من طولها الذي يبلغ 4 أمتار و90 سنتيمتر. من الداخل يمنح التصميم الراحة للركاب، والخطوط الأفقية تربط بين الأبواب واللوحة العدادات. ومن البرامج المساعدة المتعددة التي توفرها بي ام دبليو يمكن اختيار برنامج الرؤية الليلية الذي يساعد على التعرف على الأشخاص والحيوانات، ونظام جديد للمساعدة على الركن طوليا وعرضيا، وزر iDrive في الكونسول الأوسط مزود بمجس يستطيع التعرف على خط يد السائق. يمكن فتح غطاء حيز الأمتعة بضغطة زر على مفتاح التشغيل، وهذه الخاصية متوفرة بشكل معياري. وفي الجيل الجديد أيضاً الباب الخلفي مقسم لجزئين، يمكن طي المقاعد الخلفية بشكل منفرد أيضاً، وبطيها يصل حجم حيز الأمتعة إلى 1870 لتراً، وحسب الطلب يمكن تزويد السيارة بصف ثالث من المقاعد. صممت إكس 5 كسيارة رياضية للطرق العادية، لذلك فهي متوفرة أيضاً بنسخة نظام دفع خلفي. طبعاً فكرنا في الأمر جيداً وحققنا نجاحاً كبيراً. هناك مناطق لا يتمتع نظام الدفع الرباعي فيها بأهمية كبيرة بسبب الأحوال الجوية، أو يجب مثلاً توفير هذا النظام في الدول التي تفرض ضريبة على الانبعاثات. نظام الدفع الرباعي يجعل التحكم بالسيارة أسهل نسبياً في الطرق الوعرة. نريد معرفة ذلك بدقة، لذلك نقوم بجولة في الطرق الوعرة. يتم التحكم بالسيارة التي يبلغ وزنها طنين بشكل جيد. في المناطق الوعرة والأرض غير المستوية تتوزع قوة السيارة على العجلات الأربع التي تتصل وتحتك جيداً بالأرض. حتى الحفر والخنادق الصغيرة لا تشكل عائقاً للسيارة.
سواء بنظام الدفع الرباعي أو الدفع الخلفي ستجد إكس 5 من يهواها، ورغم أنها تبدو ضخمة من الخارج لكنها عملية ويسهل التحكم فيها. وإضافة إلى نظام تبديل السرعات للأوتوماتيكي الثماني بشكل معياري، هناك نظام التوقف والتشغيل الآلي أيضا ما يوفر استهلاك الوقود. كذلك هناك نظام القيادة المتعددة، وقد باعت BMW حتى الآن 1.3 مليون نسخة من سياراتها X5، وحظوظ الجيل الجديد أفضل.